مشاهدين قناة الانبوزي، هلا وسهلا فيكم في برنامجكم معكم انا بهله والموسيقى ابو زبال، ودايما احنا في ضيافه الشيخ بنان. اي والله طال عمرك، شو هلا وغلا فيكم وفي برنامجكم على قناه الانبوسي، وتحيه وتحيه للاستاذ الاستاذ هذا. والله طال عمرك، حالك هذه من زاهر؟ والله زاهر ومزاهر معنا، زاهرنا معه والله. طبعا كيف ما لاحظتوا حاضرين معنا فنانين كبار ليرافقوا ابو زبال بمهمه اختيار احلى صوره في ذا نويز معنا. وما ننسى نحيي الملايين اللي بيغردوا على تويتر، كل تغريده بتغردوها بتوصل عقلوبنا ونتشكركم، بس ما تنسوا الاسم اس لانه تويتر ما في مصاري. ابو زبال، شو رايك بكاظم الزاهر اللي حاضر معك اليوم بدكه الحكم؟ اشتدك كاظم الزاهر، اشبان عياقه ودك اشلابي عطى القر. اي والله اي والله، طلع عمرك هاش هالحكي، ايش هالحكي هاي؟ طلع وينزل في الحرمه، ايش ما يختشي على ولا شو؟ وكل كلامه شعر شعر شعر، وش مستدفين حنا نزار غلباني ولا شو؟ يعني الشيخ البنان والموسيقار ابو زبال بشويش عليكم على كاظم الزاهر. كاظم الزاهر استاذ 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 والله استاذ، شو جوابك لإلون؟ ان الصمت في رحاب الجمال جمال، والكلام عن التوت موز وبنان. ايش هذا، شعر ولا شعير ولا كروس الدسير؟ اشهد ان ابو حاطين اتقن اللعبه الا انت وكاظم الزاهر، وشحال كتبان زوين وظريف ونريرك ابو حاطي. حرام عليكم والله حرام عليكم، الله الله عليك على قيصر الروح يا كاظم الزاهر، كيف فينا ما نعشق صمتك وجموحك يا امير الشعراء. اي والله ناقص جيب له طبله وطبل له الحين. هلا شو هالكلام يا حرمه، ما تخشي على عرضك، ايش ما يصير؟ والله ما يصير، ما بدي هالاشكال في البرنامج، راح احكي مع ابن عمي الخربان والجربان السمنصر. اعصابك اعصابك يا شيخ، نبقى مع فاصل مع فاصل ونعود. قول عني ما تقول واللي ما يطيل العين. ايش حمام؟ ايش يا حرمه؟ ايش حمام حمام؟ قل لي كلمة حلوة. انت طالب يا حرمة؟ همام يا همام، خذ لك هالعلكة من عندي. طول حالي طول حالي، تركين الحالي، انا شو هالحكي، انا رجال ما اكل علكة. ايش ترك ايش حرمة حرمة تركي ايش حرمة ايش ايش خاش. انا بحبك من زمان، انا بحبش والله بحبش، انا بدي اقول لك كلام حب. ما وراك شغل؟ لا ما تغني لي شغلنية جديد في الأسواق، علكة المحبة بالشيبة والحلبة، مسكة الساكتة والمسكوتة. سمع الكلام الحلو واخا ما تكونيش توتة. رجعنا معكم ومع برنامجكم The Noise اللي بيوحد العالم العربي في ساحة مواجهة واحدة. وفجأة يعني فجأة كاظم الزاهر اجت وعكة مفاجئة وترك البرنامج. اي والله مشكينة. واليوم في عنا باتل كتير صعب، معنا شاب اجانا من أمريكا مايكل جاكسون 5. بعرف شيخ انك كثير بتحبه. اي والله اي والله احب المخرج جاكسون هذا، والله حلو حلو كمان. هن بنترككم مع اول مشارك واخر مشارك بحلقه اليوم. الله عليك يا مايكل، وشايفتك الشيخ كتير شخدت شخدت. اي والله حاسس بالشيستم، هذا الشيستم بتاع كرشي هذا الابدومينو هيدرني كثير هذا والله العظيم. هذا قلت لها في الاول وقلناها وقلناها ونعيدها، والله الغالي غالي والغالي سعره فيه يا مايكل. ايه ونبقى مع الموسيقار ابو زبال، شو رايك بالمشترك؟ دابا صرعت يا كون غير غنيت هاد السي من شحال هادي، كوراني تبعتك كاع لي الصين اللي دوزتي، عندك واحد النويطه ديال الحاجب، حاول ما تبقاش تقلدو، راه حسيت بيك على العموم ما بيكش. هو راكين واحد العرس ديال الخوادري السيمانه الجايه. لا 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 لا، لا صين كبيره عليك، خلي نهار السبوع وجي خدم ليا ديجي.